بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا الفيديو سوف أقدم وصفات بمكون متواجد في كل بيت، ألا وهو البطاطا. في هذه الوصفات نستخدم أي نوع بطاطا متوفرة عندك، سواء البيضاء أو الحمراء، أي نوع، كلها مفيدة للبشرة. لدينا وصفات لإزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة، وكذلك شد البشرة، ولدينا كذلك وصفة للكلف والنمش، وكذلك وصفة لإزالة الهالات السوداء تحت العينين والانتفاخات عفوا، وحتى التجاعيد، بمكون قلت متوفر في كل بيت ونتائجه رهيبة. تظهر النتائج من أول أسبوع لاستخدامك المنتظم لهذه الوصفات. نختار الوصفة التي نبحث عنها، وهي مناسبة وآمنة للحوامل والمرضعات، بالنسبة للأطفال الصغار كذلك، إذا لديهم اسمرار من أشعة الشمس تصلح لهم الوصفات من عمر 10 سنوات فما فوق، حتى الرجال يمكنهم استعمالها وبكل أمل. أولا نبدأ بسم الله بأخذ أي نوع من البطاطا، سواء قلت البيضاء أو الحمراء، ونأخذ المبشرة الناعمة أو الخلاط أو خلاط العصير لبشر البطاطا، نغسلها جيدا ونبشرها بقشرها. هنا نحتاج كذلك القرشور، لا نقوم بتقشير البطاطا. ونبشرها جيدا ونقوم بتصفيتها من أجل أخذ العصير، عصير البطاطا نصفيها بهذا الشكل بالشاش أو بالمصفات حسب المتواجد عندك في البيت. ونتحصل على عصير البطاطا بهذا الشكل. بالنسبة لصاحبات البشرة الدهنية والغير حساسة، نضيف إلى عصير البطاطا ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ثم نأخذ الإناء لوضع هذه العصير على النار، نضعه على النار تكون هادئة مع التحريك المستمر بدون أي إضافات أخرى حتى الحصول على كريم البطاطا. بهذا الشكل نقوم بالتحريك المستمر، قلت على نار هادئة حتى نتحصل على كريمة البطاطا بدون أي إضافات أخرى. لاحظي معي، بدون أي إضافات أخرى، لا نشا ولا أي شيء، فقط النشا الموجود في البطاطا هو من يساعد على جعلها كريمية. ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة كبيرة من الحليب ونخلط بهذا الشكل. وبعدها نبدأ بعمل الوصفات التي سبق وذكرتها، بداية بوصفة إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة وشد الترهلات، ترهلات الرقبة والخدين. نبدأ أولا نأخذ ملعقة كبيرة من كريمة البطاطا بهذا الشكل، يمكن مضاعفة المقادير حسب الحاجة وعمل هذه الوصفات حتى للجسم. والمكون الثاني الذي نضيفه هنا هو ملعقة صغيرة من نشا الأرز، نشا الأرز يمكن استعمال المرة مطحونة أو المسكة، أو يمكن استعمال كذلك لبان الذكر حسب ما يناسب نوع بشرتك.
ونضيف على المكونين ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. بديل زيت اللوز الحلو هو زيت بذور الكتان أو زيت جنين القمح أو زيت بذور العنب أو زيت اللبان الذكر أو زيت الفيتامين إي أو كبسولة من الفيتامين إي. هذه هي المكونات البديلة لهذا الزيت، ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. الخلطة تناسب جميع أنواع البشرة حتى الحساسة منها، ونتحصل على هذا الكريم الرائع. يوضع على بشرة نظيفة. يجب تنظيف البشرة جيدا قبل وضع الماسك حتى تستجيب الوصفة. يفضل عمل حمام بخار للبشرة لمرة واحدة فقط في الأسبوع. يوزع هذا الكريم على البشرة دائما، بداية بالرقبة وكامل بشرة الوجه. يمكن عمله على منطقة حول العيون وحتى الهالات. يترك لمدة نصف ساعة وبعدها يغسل بالماء البارد مباشرة. والترطيب، نرطب البشرة بواسطة نفس نوع الزيت الذي قمنا بوضعه في هذا الكريم. يمكن استعمال هذا الكريم بشكل يومي، وظهور النتائج قلت من أول أسبوع نلاحظ نتائج رهيبة. إذا كنت مستعجلة لظهور النتيجة، أو أنت عروس أو عندك مناسبة أو تزعجك التجاعيد، يمكن عمل هذا الكريم مرتين في اليوم صباحا وليلا قبل النوم. حفظ هذا الكريم يكون في علبة معقمة من نوع الزجاج في مكان بارد، تكون لمدة أسبوع كامل. ننتقل لعمل الوصفة الثانية، وهي كما سبق وذكرت لإزالة الكلف والنمش والتصبغات. حتى وإن كان الكلف عميق وقديم، تزيل هذه الوصفة عفوا بحول الله تعالى. ملعقة كبيرة، نأخذ ملعقة كبيرة من كريم البطاطا، ونضيف عليه ملعقة صغيرة من الكركم. يفضل طحن الكركم في البيت، كركم أعواد ومطحون في البيت حتى لا يصبغ لنا البشرة باللون الأصفر إذا أخذناه جاهز، لأنه يكون مخلوط بالملونات. ونضيف كذلك زيت الزيتون. بالنسبة للكلف والنمش هنا والتصبغات، ضروري إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض كذلك للحصول على كريم، وطريقته نفس طريقة الكريم الأول. نقوم بتنظيف البشرة جيدا، ويوزع على كامل بشرة الوجه، ليس فقط على الأماكن الموجود فيها الكلف، وحتى الجسم يمكن استعماله. أي منطقة فيها كلف يمكن استعماله، حتى وإن كانت المناطق الحساسة تحوي على كلف في بعض الحالات، يمكن استعماله وبكل أمان. يمكننا عمله مرتين في اليوم أو كل يوم حسب درجة الكلف والنمش والتصبغات عندك. صلاحيته كذلك تدوم لمدة أسبوع كامل في الثلاجة. ننتقل لعمل الوصفة الثالثة، قلت هي لإزالة الهالات السوداء والانتفاخات وحتى التجاعيد حول العيون. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من كريمة البطاطا، ونضيف ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر المطحون. نقوم بطحن الشاي الأخضر في البيت، ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. بهذا الشكل نتحصل على كريمة رائعة لإزالة الهالات السوداء والانتفاخات حول العيون كذلك. إذا كانت هنالك انتفاخات على الجفون وترهلات، يمكن عمله مع طبعا نغمض العينين والاسترخاء التام لنجاح هذه الوصفات. يمكن إذا كانت البشرة حول العيون وعلى الهالات جافة جدا، نضيف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو، ونتحصل على هذا الكريم الرائع. ونتركه كذلك مثل الوصفات الأولى، ونستعمله سواء مرتين في اليوم. لا يأذي لنا البشرة، كلها مكونات طبيعية آمنة بدون أي إضافات كيماوية.
وبعدها نقوم بترطيب بشرة حول العيون وعلى الهالات بزيت لوز حلو إذا كان متوفر. صلاحيته كذلك تدوم أسبوع كامل في الثلاجة. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.